بس ما تصابي حقبيلة تيدي شدو حسن مديقي زيهب بالعباد باد باد بلاك ترابي كاميرا كاشي وفل بلاطو رايدي قاد معنا ديفوني يشوفو زومي قاعدة ولعبة حكاية الوقت شعلت النار نار نار بسم يا خالي كاميرا كاشي جدو حسن داني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حصتكم الوسيط وإن شاء الله نتمنى ونكونوا وسطة تاع خير إن شاء الله. بدون إطالة الضيف ديالنا شيخنا عزيز علينا بالبزاف تبارك الله عليه، واش نقول عليه قليل، السي في تاعو ثقيل 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 جدا. تفيقة حارة على الشيخ عيا في هذه الليلة المباركة بعد ما شفنا في الأعداد السابقة الظلم للمرأة في حقها في الميراث، وفيه بعض العادات والتقارير في المجتمع الجزائري اللي يرفض منح المرأة في الميراث، وعليه نخلوكم تشوفوا هذه الحلقة ورأي الدين في هذا. معنا سعاد. سعاد اللي انتي طلبتي باش تكوني معنا في الحصة. سعاد انتي عندك مشكل عويس. شوف الحاج، حنا جوستومو حين نسمعوا للطرفين معلوم، مي ولكن قبل هاد الشيء نشوفوا الفيتيار، شوف المراه هذه كيف راهي عايشه. ابعد شوف قلبي راهو معمر، واش نحكي لك قليل. انا كنت عايشه مع راجلي مع الزوج تاعي، توفى دايم الله الله يرحمه ويوسع عليه. خالتي سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع، واللي رماها هو اخوها العزيز اللي رفض يعطيها حقها في الميراث. حنا مرت ورد كبير خلاه بابا وستول عليه خويا دا كلش. وسيدي هضرتي معاه رحتي ليه؟ رحت ليه، رحت شكيت له وقلت له راهو الزوج تاعي توفى ورماوني وكامش. حكم ولده جبدني وطبعني في الزنقه، قال لي خرجي ما تسالي والو. ضربك؟ شوف واش دار لي. وفوق هذا الشيء زادت عرضت خالتي سعاد للضرب من طرف وليد خوها. أني حاب المشاهد الكريم يشوف أنتي وناكي ساكنة. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين معليش أبعث لي الفيتير تشوف وش خلى وش راه يودي. أبعت إذا خلى عندها الربع. أسمع شوف الحاج، كما شفتوا مقبلة وين رحنا لهذيك المرأة مسكينة وين ساكنة المندبة الكبيرة. ديروا في بالكم بلي المرأة هذه نورمالمون راهي ساكنة هنا. المرأة هذيك الحق تاعها راهو هنا. معليش بلوس دو ديتاي. نشوفوا خوها قال لك انسان مولا خير. مين دوك نشوفوا المولا خير هذا؟ اروح ما نعرفش نرحمه، مي لازم نجيبوا البلاطو لازم. الشيخ باباك دومونداو حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير باسكو باباك دار حاجه مليحه. ربي يحفظك. انا هنا يا با بروبليم. صح اخويا. الان راح يكون هنا الاخ تاعك ووليده. مرحبا بكم، تفضلوا. درجة. يا شيخنا هذا هو الشخص اللي رفض يمد لاخته حقها في الميراث. في رايك شيخنا الفاضل ما هو راي الدين في ذلك؟ بارك الله فيك، والله انت راك حق. كان جبت البيكيه تاعك ما نبصيش عليك. لازم الخدمه معك هايل. لازم الحاج واحد دار الحق. هذا هو الحق. انت قلت لازم يكونوا هاي لازم كله. الحقيقه لازم يكونوا معلوم. الشريعه الاسلاميه تسمع من الطرفين، ما تسمعش من طرف واحد. نبدا. الحاج حبيت نقول لك حاجه. راهي هنا اخت الاخت تاعك سعاد. سعاد تعرفها؟ صح. راهي هنا. مرحبا بها. انت ما قلتليش هكذا. علاه؟ ما قلتليش هكذا. كيف ما قلتلكش هكذا؟ قلت لك كاين ناس كنا حنا هذا وين صليت وجيت. انا عطيت حق ربي وبيتي. صليت؟ انا. واش من صلاه تصليها يا الحاج عبد الرحمن؟ والاخت ديالك راهي بيتها مسكينه بيتها برا. الراجل هاتي عندي انا وتتوت. كيف تروح راجلها؟ راجلها مات. ايه ربي يرحمه. انا اللي قتلته. بصح راهي اختك. الزعيم خلينا نسمعوا امهم. نسمع الله يسترك. اسمح لي تدخل. تفضل انت هو الوسطى تاع الخير. لا ماذا بينا نسمعوا منهم.
هدايا الشيخ الإمام إبراهيم نسمعوا من الطرفين. الجامع هذا؟ تاع الجامع هذا. والله صليت لك مرة. هذا وين صليت فيه؟ سي عبد الرحمن نحن نسمعوا من الطرفين. هي تقول مات بابا وخلى دار وخلى 9 سيارات وخلى قلت انت خلى 3 ديار هي ما قالت شي. درك انت هل تصدق كلامها ولا ما تصدقوش؟ احنا العرفة ديالنا المرأة ما تورش. صح ما تورش يا بات بروبليم. دو كان بوزي لك سؤال كيسيون واحدة. هل تقدر تحطها ويا لو كان في دار هكاك وين تستروحها وما تدي والو؟ انا عندي عازب انا. عندي عازب انا واحد ما نقبلش. كيف واحد ما نقبلش؟ مي عندكم شاطو؟ الورث هذا كاع لنا بالكاس. شاطو تاع بويا محمد بن وما تدي والو. الحق مين بويك مال؟ الحق تورث السياد. نعم؟ عندها الحق. عند ربي. عند ربي تورث يا سي عبد الرحمن. كيفاش تورث؟ فهمني انا دخل عليها تورث. ايه ربي قال اذا مات العبد وخلى اولاد وبنات. ايه انا خلقنا انا وياها. غير انت وياها. ايه الله تبارك وتعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين. الله اكبر. هي انثى ما اثنين ما الزوج. ايه للذكر مثل حظ الانثيين. هي وحده ما عندهاش اختها. ما عندهاش. هي رايحه حابه تدخل بنتها تولي في انثيي. لا لا بنتها ما عندهاش حق. لا لا هيك الثانيه. بنتها انت عندك الحق بصح بنتك ما عندهاش الحق. حبيتي تستروني برك ونرمي بنتي. صح تستر الاخت تاعك نونو. ها نونو سي زعيم هو كيفاش تقسم التركه؟ خلاها ابيها كمات خلى عبد الرحمن وخلاها هي. ربي قال الذكر مثل حظ الانثيين. نسالك سؤال يا حاج تفضل. زعيم ما شاء الله النوع هذا القضايا كاينين في الجزائر. صادق معاك يا سي عبد الرحمن. هذا النوع القضايا كاينين ولا ما كاينش؟ مانيش إمام في الجامع هذا باش نمشي معاك بالصدق. إيه أنا راني إمام مانيش في الجامع هذا. دوك أنا في بلاصة الجزائر. المرث هذا الأمور هذو موجودة باللي المرأة ما تورثها موجودة في الجزائر ولا ماشي موجودة؟ ولكن حكم ربي فوق كل. ولكن هي جات. ها؟ هي جات. كيفاه جات؟ هي جات تورث. قالوا لك نورمالمون ما تورثش. اللي ربي عطاها. شوف الحاج ربي دار فرائض. ربي دار فرائض الصلاه فرض ولا ماشي فرض؟ فرض صحيح. مذكوره كيفاش نصلوا في القران؟ ماشي مذكوره. ما مذكوره وبين ما ماشي مذكوره بلا الظهر بعرك عاد مذكوره في السنه. يسكت عليا انت. حبست لي راسي. مذكوره في السنه النبي بينه. صحيح سبحان الله. والحج مذكور في القران ولا ماشي مذكور؟ مذكور في الحج. وكيفاش الحج وين مذكور؟ النبي هو اللي بين. مذكور في السنه. اي يعني من فرائض الصلاه فرض والحج فرض وكيفاه نعبدوا فرض لكن الطريقه كيفاه نصلوا ونعبدوا موجوده في السنه. اي لكن الميراث كل يورثوا شكون يقسموا؟ الميراث قسمه ربي. علاه؟ باش ما يوقعش العداوه بين لأن الناس. لان بنو البشر طماع. ايوه وانا طماع. يا جدو حسن يا جدو حسن تعرف كل هذا الشيء وتعمد شي حير شيخة. خليني نجاوبك انا معليش باش نبين لك بلي نعرف الدين الحاجه كلش تورث. نونو نونو اسمح لي نقول لك حاجه. درك ربي علاش فصل في المال؟ كل حاجه خلاها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. بصح كل ما يتعلق بالدراهم بالمال سواء الارث او الشركه او الفي او كذا فصل فيه ربي في القرآن الكريم تفصيل. ما خلاش فيه الاجتهادات للناس. علاه؟ لأن المال الإنسان يحب المال. ربي قال كلا بل تحبون المال حبا جما. فالإنسان يحب المال. لما الإنسان يحب المال تقع كل واحد يجبد ليه. قال ربي هاو كيفاش تقسم المال وإلا عليه الخال ما يرثش. لما الخال يقول ربي ما ورثنيش ما نورثش ما غيرش. انا نقول دروك هذا لان ربي ما ورثنيش. ربي بصح وشني هي اختك ربي ورثها. وانا نقول لك حاجه واحده اخرى الحاج. انا خاطب نفسي نقول هي نفسي مالي وللاموال اتركها خلفي واخرج من دنياي عريانا كم من يوم يموت ميتا نسقي به ارواح موتانا. شيخ علي احبك بزاف واكثر ناس يديروا كاميرات. اسمح لنا شيخنا الفاضل حبينا من خلال هذه الحلقه باش نفسر رأي الدين فيما يخص هذا الموضوع. بارك الله فيك شيخ. وكل حرية نقطع دين أبو عيفة. بارك الله.
تفيقه تفيقه حارت تفيقه حارت ناخذ البجاره ها اللي بالك كيف البجاره اي بتجازيك شيخنا واش تقول للناس في رمضان ان شاء الله نقول لهم صحه فطوركم وصحه صيامكم ربي يتقبل منكم وزوروا والديكم وزوروا الاقارب تاعكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله حبس ما تصابي هاك بيلاتي دي جدو حسن مديقي زيهب بالعباد باد باد بلا كتراتي كاميرا كاشي وفل بلاطو رايدي القار معنا ديفوني يشوفو زومي قاعدة ولعبة حكاية الوقت شعلت النار نار نار بالسم يا خالي كاميرا كاشي